مارغريتا بيتزا اللي فيها عجين وصوص طماط وجبنة، رح ناخذ كل صنف من مطعم، واخر شيء عنروح مطعم اخير نخبز ميلا طعم. يعطيك العافية. بدي عزة، بدي عجينة بيتزا مفتوحة خالصة، ما بدي شيء بقلها، بس عجينة. شكرا. بسرعة احسن ما تنفي تنشف. بسرعة. هلا جينا على دومينوس نحط لها الصوص. شو عملت فيي؟ ما هي دومينوس اصلا. لك يا خيي هي زيتها يا ابن الحلال. اوكي نحن هلا بكرابوي حناخذ من عندهم جبنة. هيدي الجبنة. على الخبز يلا. مارغريتا ماري بجوني عندهم فرن على الحطب. بيحلك انا عم بطلع مرافي. وين المدير؟ شفتوا فرن الحطب؟ طلعوا عليه. اوكي بدنا نخبز هيدي عمول معروف عندك. هلا هي فيها شويه عذاب، يعني اربع محل بالمز دومينوس كرابوي ونهيناها ببيتزا ماري مارغريتا ماري. يعني اكيد العجينه اخذت كثير مساحه، رفخت شوي بس رح تزبط. ايوه هي لشو شايف اللون روشه عجينة من تحت مستوية من برا.